تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. رحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة، وفي التنسيق والمتابعة اليوم معنا الأستاذة ميرا الخفلي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. ومعاكم اليوم في التقديم الدكتورة هند العوضي. أذكركم مستمعين الأعزاء أن من خلال برنامج صحة وسعادة تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الرقم الآتي 600551414، والرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا مستمعينا، قبل ما نبدأ حلقتنا أحب أذكركم ونوهكم بأن إمارة دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ونعتبر كل كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين أيضا اللي فوق عمر 60 سنة من الفئات اللي احنا ننصح أن يأخذون هذا اللقاح. وأيضا من ضمن الفئات اللي احنا مستهدفينها أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إلى جانب العاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، أيضا هذول فئات ذات أولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان مستمعينا. وأيضا نرجع نذكركم أن حتى لو خدتوا التطعيم ما زال عليكم الالتزام بالإجراءات الوقائية عشان تتفادون الإصابة بكوفيد-19، وهو المثلث الذهبي اللي احنا دائما نذكره ونعيده عليكم مستمعينا، اللي هي 1 نترك مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن 2 متر، نحرص على ارتدائنا لكماماتنا بالطريقة الصحيحة طوال الوقت. طبعا ما ننسى نغسل ايدينا بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالفقرات المنوعة. ناخذ معانا أولا نتحدث عن الأخبار الصحية والعلمية. في خبر يقول إنه الغذاء يحميك من في بعض أنواع من الغذاء يحميك من مخاطر أمراض القلب. قال علماء أمريكيون إن النظام الغذائي لسكان حوض البحر الأبيض المتوسط يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويطيل في العمر. وفقا لدراسة أجراها العلماء ونشرت نتائجها صحيفة ديلي إكسبريس، تبين أن الالتزام بالنظام الغذائي لحوض البحر الأبيض المتوسط لمدة 12 شهر يعني سنة يؤدي إلى تغييرات إيجابية في ميكروبيوم الأمعاء والوقاية من فقدان التنوع البكتيري. وطبعا وثق الباحثون زيادة في البكتيريا المرتبطة بانخفاض هشاشة العظام وتحسن وظائف المخ والتأثير المضاد للالتهابات. وقالت الدراسة أن من بين أساسيات النظام الغذائي لسكان البحر المتوسط، قال العلماء أن هذول السكان استبدلوا الزبدة بزيت الزيتون،
وقللوا من استهلاك اللحوم وزادوا من استهلاكهم للأسماك، غير عن أن كانوا يتناولون الفواكه والخضروات بشكل كبير. هذا كان خبرنا لليوم، ورح نستضيف حين أسماء الجناحي رح تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ من قبل الأشياء اللي نحن قاعدين نركز عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو تطعيم كوفيد 19 اللي توفره هيئة الصحة بدبي. بعض الأشخاص يسألون عن إجراءات التطعيم. من المهم أن الشخص لما يسجل في طريقين التسجيل، هي عن طريق التطبيق الذكي، تطبيق هيئة الصحة دبي إذا تبون DHA في الأب ستور، أو عن طريق 8342. مهم جدا الإجابة على الأسئلة الموجودة اللي هي تعتبر التقييم الأولي قبل أن الواحد ممكن يحصل موعد. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي الأشخاص لازم يعرفون إنه هي الفئات اللي يعني مستهدفة من أخذ اللقاح. اللقاح الفئة الأولى كبار المواطنين والمقيمين فوق 30 سنة، أصحاب أمراض مزمنة، أصحاب الهمم، خط الدفاع الأول من القطاعين الحكومي والخاص، الموظفين في الوظائف الحيوية والحساسة، وكل من يرغب في أخذ اللقاح. لكن الأولوية في التطعيم طبعا للفئات الثلاث الأولى واللي هم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأمراض مزمنة وخط الدفاع الأول وموظفين في الوظائف الحيوية والحساسة. أيضا من الأشياء اللي الأشخاص يعني دائما يعني يسألون عنها اللي هي وين أماكن التطعيم. موجودة في كل مركز زعبيل، المزهر، نادي الحمار، البرشة، مركز أبكان، وأيضا في مستشفى حتى التطعيم موجود. طرق يعني لأخذ المواعيد مثل ما ذكرناها، لكن هي نصيحة نحب نقدمها للجميع. صح نحن قاعدين نأخذ تطعيم، لكن هذا لا يعني أن نحن ما نلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد كوفيد 19. مهم جدا أن نحن التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، ويعني هاي النصائح مو بس يعني لكورونا، يعني يقينا من وايد صراحة أمراض وفيروسات سواء بكتيرية ولا فيروسية. فهاي أساسيات التعقيم وغسل اليدين وايد مهمة، يعني حتى إن شاء الله من بعد كوفيد لازم نلتزم بالأمور اللي مثل غسل اليدين، جدا مهم. هذا تقريبا الأشياء اللي عندنا كان قناة التواصل الاجتماعي، وطبعا نحن موجودين دائما في خدمة الجمهور. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وذكرت العديد من النقاط المهمة. أنا حابة أعيد وأزيد فيها أن إمارة دبي بدأت حملة التطعيم ضد كوفيد 19، وجدا مهم أعزائي المستمعين أن إذا حابين تأخذون موعد لازم تأخذون إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة أو الاتصال في مراكز الاتصال على رقمنا الموحد 8342. ولازم تحطون في بالكم مستمعين أن في بيكون لكم تقييم أولي يتأكد فيه الشخص أنك أنت مستوفي لجميع المعايير والشروط المطلوبة، وبعدين يقدر يأخذ لك الموعد عشان تحصل على هذا التطعيم. أيضا أسماء ذكرت أن إحنا مركزين على بعض الفئات المستهدفة اللي هم كبار المواطنين والمقيمين اللي فوق 60 سنة وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب خط دفاعنا الأول في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحيوية. وفئتنا الرابعة اللي هي جميع الأشخاص فوق العمر 18 سنة، ولكن مثل ما قالت أسماء إحنا نستهدف الفئات الثلاث الأولى ومن ثم نركز على بقية شرائح المجتمع. وهاي كانت فقرة السوشيال ميديا مستمعينا. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات الهيئة، وراح نتحدث عن قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد. فاصل قصير بنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي.
أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما ناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة، يانا استفسار من الأخ عبد الله يقول أنه يحمل جواز سفر أبوظبي وحاب ياخذ التطعيم، باب أخذ المواعيد في إمارتنا مفتوح لجميع المواطنين من أي إمارة كانوا، ولكن المواعيد لمستمعين المقيمين هم فقط المقيمين في إمارة دبي. يعني إذا كنت أنت مواطن من أي إمارة بإمكانك أنك أنت تأخذ تطعيم موعد للتطعيم وتحصل على التطعيم في مراكزنا. ننتقل لقسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي. إحنا نقدر نعتبر هذا من أهم الأقسام المميزة الزاخرة بكفاءات طبية وخبرات متنوعة، وطبعا مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأكثر تطورا. وعشان نتعرف أكثر على إمكانيات هذا القسم ونوعية الخدمات اللي يوفرها، يسعدني أني أستضيف معاي عبر الهاتف الدكتورة فاطمة عدل الكريم، طبيب أخصائي في قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة. صباح الورد، يا هلا. صباح الخير لإذاعة نور دبي والجميع المستمعين. دكتورة فاطمة، لو شوي تعطينا نبذة سريعة عن قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد ومستوى تجهيزاته. إن شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تفضلت في البداية، قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد يوفر التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز التنفسي. طبعاً يعتبر مجهز بتقنيات طبية متقدمة، إلى جانب كونه مجهز طبياً بمختبر لوظائف الرئة اللي بتفيدنا لتشخيص بعض الأمراض مثل الربو أو الانسداد الرئوي المزمن، كما أنه مزود بوحدة للمناظير اللي من خلاله ممكن تشخيص الأورام إذا وجدت لك محلات. إضافة إلى هذا إلى ذلك مختبر لتشخيص أمراض اضطرابات النوم. يعتبر قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد مركز بحثي متطور يتم من خلاله تحويل الحالات عليه ومن ثم العلاج. تخبرينا عن نوعية المشكلات الصحية والأمراض اللي تستقبلونها عنكم في القسم شوي دكتورة، شوي يعني بتفاصيل أكثر. إن شاء الله. طبعاً يقوم قسم الأمراض التنفسية بمستشفى راشد باستقبال مختلف المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي والرئة. ممكن أنه يضم أي شيء من الجهاز التنفسي، من مشاكل الربو أو مرض الربو، الانسداد الرئوي المزمن COPD اللي له علاقة في أغلب الأحيان بالتدخين. يستقبل أيضاً الأمراض التنفسية المتعلقة بالحساسية، فالربو التحسسي والربو غير التحسسي وأمراض الحساسية وغيرها. يقوم أيضا باستقبال مرضى الالتهابات، التهابات الرئة، سواء كانت هذه الالتهابات بكتيرية فيروسية أو غيرها فطرية. كما أنه يستقبل أمراض السل بأنواعه، نعرف من أنواع السل المقاوم العادي، عندنا وحدة تعنى ومتخصصة بهذا المجال، إلى جانب استقباله لأمراض اضطرابات النوم، ولكن هذا أكثر يكون عن طريق العيادات الخارجية. هذا بشكل عام. بشكل عام دكتورة، لو تعطينا شوي نبذة عن الأمراض التنفسية خصوصا الربو، أنا أحس يعني أن هذا الشيء جدا شائع ومنتشر عندنا، لو شوي تعطينا نبذة عن إن شاء الله. طبعا يوفر قسم الأمراض التنفسية بمستشفى راشد اختبارات الدم أولا، اللي من خلالها ممكن معرفة التحسسات إذا وجدت هذا بالنسبة لمرض الربو التحسسي، كما أنه يقدم اختبارات وظائف الرئة اللي من خلالها ممكن معرفة مدى فعالية الرئتين وحجوم الرئة. يقوم أيضا بعمل التنظير مثل ما ذكرت، من خلاله ممكن تشخيص الأورام عن طريق عمل خزعات من القصبات، بحيث أنه يساعد الوصول إلى تشخيص الورم إذا وجدت مثل ما بتحدث أنا عن مرض الربو
يعني بشكل خاص، ولكن أيضا علاج مرضى السل متوفر عندنا في مستشفى راشد. نعرف أنه مرض السل يعني يحتاج إلى مدة علاج طويلة، ولهذا السبب يعني متابعة طويلة قد تصل إلى 6 إلى 9 شهور في بعض الأحيان. ايوه سيوفر العلاج طوال فترة علاج هذه المرضى، يعني متابعة مستمرة طوال فترة علاجهم إلى شفائهم. اي طبعا احنا نعرف ان مرض السل يعني علاج مرض السل ياخذ فترة طويلة، ف يعني اكيد القسم عندكم يبذل مجهود جبار يعني في متابعة هاي الحالات، ولمدة اشهر انت ذكرتينها 9 اشهر، ف ايوه نعم، اذا فتره علاجهم يعني خلال فتره العلاج تكون في متابعه مستمره من خلال العيادات الخارجيه الى يعني العلاج ان شاء الله، ومن خلاله ايضا ممكن ان الطبيب يعني يقدم له يعني نصائح في المستشفى او من خلال العيادات الافتراضيه، لان قدمنا احنا بدينا يعني العيادات الافتراضيه بتحدث عنها بعدين. ولكن أمراض الجهاز التنفسي يعني مثل ما ذكرت تشمل نشوف كلها المتعلقة بالقصارات الهوائية والرئتين. الربو يعتبر أبرزها، وهو مشكلة مزمنة تؤدي إلى التهاب في القصبات الهوائية اللي ينتج عنها صعوبة في التنفس. فيكون المريض يعاني من شعور صفير وقت التنفس وضيجة، وممكن في بعض الأحيان كحة أو العام يقولون كتمة. فالربو ممكن أنه يفيد جميع الأعمار. في أغلب الأحيان يبتدي بالطفولة، ولكنه ممكن يصيب أي عمر كان. تخبرينا شوي دكتورة عن نوعية الخدمات اللي توفرونها للمراجعين عندكم في مستشفى راشد؟ طبعا احنا عندنا العيادات متوفرة طوال فترة الأسبوع من الأحد عفوا إلى يوم الخميس. راح أذكر العيادات المتوفرة. عيادة يوم الأحد تعتبر عيادة تعنى فقط بمرضى السل، وتكون صباحية في كفاءات وخبرات متواجدة ما شاء الله، تقدم النصائح والعلاج خلال هذه العيادة. عيادة يوم الاثنين تعتبر عيادة المواطنين لجميع مشاكل الرئة، جميع المشاكل صباحية. أوكي. وتكون خلال يعني من خلال العيادات الخارجية أو العيادات الافتراضية اللي راح أذكرها مع عيادة يوم الأربعاء. عيادة يوم الثلاثاء تكون عيادة متخصصة فقط لمرضى الربو الشديد، مرض الربو التحسسي وغير التحسسي، بقيادة دكتور بسام رئيس القسم، واستشاري هذه الأمراض الحساسية والربو. جميل. وعيادة يوم الأربعاء تعتبر عيادة غير المواطنين، تكون فترة الأكثر نوم، ومعها تكون عيادة الأمراض التنفسية الافتراضية. فإذا حاب المريض أنه ما يجي المستشفى ممكن أنه يستفيد من هذه الخدمة أيضا. جميل جدا. وأخيرا طبعا عيادة الخميس تكون لمعالجة أمراض اضطرابات النوم أو التليف الرئوي سيستيك فايبروسيس وغيرها. حلو دكتورة كنتم مقسمين الأيام بالأمراض عشان يكون التركيز عليهم أكثر. دكتورة تقصدين بعيادة الأفترنون هي من الساعة كم لكم؟ يمكن الواحد ما يقدر يستوعب التوقيت المسائي كيف يكون. نعم طبعا عيادة الأفترنون الفترة المسائية تمتد من الساعة 3 إلى الساعة 9، ويكون الدكاترة موجودين من الساعة 3 إلى الساعة 9، فممكن أنه يستقبلهم في هذه الفترة. الصباحية طبعا مثل ما احنا متعودين من 8 إلى 2 بالضبط، والعيادات مثل ما ذكرتها. وكيف تعطينا شوي دكتورة تشرحين العيادات الافتراضية يعني كيف الإجراء لها يكون؟ كيف يعني ممكن أنا أحصل على هاي الخدمة؟ نعم طبعا بالنسبة حق العيادة الافتراضية هي بديناها تقريبا صار لها من شهر، بديناها أولا على المواطنين، ولكن الحين احنا بفضل من احنا ندخل غير المواطنين. جميل. وبدت بعض الأقسام من هي تستقبل غير المواطنين. هي عيادة عبارة عن أبليكيشن المريض يقوم قسم الاي تي بالتواصل مع المريض ويساعده بأنه هو ينزل الابليكيشن وكيفية دخوله بحيث أنه هو يقدر يقابل الدكتور. فتكون العيادة مثلها مثل العيادة الفيزيكال بس تكون عن طريق الكاميرا. فممكن أن الطبيب يقابل المريض فيس تو فيس وجها بوجه ويشرح له ويتكلم معه ويقدم له النصائح ويغير له العلاج كلها خلال هذه المقابلة. هذه مختلفة عن طبيب لكل مواطن دكتورة ولا هي تشبه؟ هذه غير.
طبيب ذات المواطن تكون للمرضى الهم والتحويلات نفسها بشكل عام، بس هذه عيادة متخصصة لهذا النوع من الأمراض يعني، والأطباء يمكن الموجودين فيها هم أطباء في قسم الأمراض التنفسية. صحيح نعم. حاليا العيادة تستقبل يعني من 4 إلى 6 مرضى للنفسون في البداية، ولكن اللي حاب انه يسجل لها الخدمة بكل سهولة ممكن على 800-342 ويطلب هاي الخدمة، يعني يطلب خدمة العيادة الافتراضية لقسم الأمراض التنفسية. صحيح جي السيستم بيكون دكتورة؟ نعم هذا هو صحيح. دكتورة يعني لو تعطينا نصيحة أخيرة للوقاية من هذه الأمراض التنفسية. طبعا احنا نتكلم عن مرض الربو انه مرض مزمن ما يمكن التخلص منه بالضبط، ولكن غالبا ما يسيطر عليه مثلا مسيطر على المرض ويكون عنده استعداد وراثي لهذا الشيء، ولكن يمكن نقول انه نتحكم بالاعراض بحيث انه يمكن المرض انه يعيش ويمارس حياته طبيعيه. فلهذا كي تكون عن طريق التزام بالادويه والبخاخات بالصوره الصحيحه والجرعه الصحيحه، طبعا مع المتابعه المستمره في العيادات مثل ما ذكرنا. ولازم هني نذكر أخذ اللقاحات بصورة مستمرة مثل لقاح الإنفلونزا وغيره مثل المكورات الرئوية. طبعا هذا الموضوع لازم نذكر لقاح كوفيد 19 اللي متوفر حاليا ووفرته دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة لجميع المواطنين والمقيمين، فلازم نذكر بأخذ هذا اللقاح. وأنا أضم صوتي لصوتك دكتورة، أنه ضروري جدا يعني إن اللي يأخذون خصوصا الفئات اللي احنا مستهدفينها حاليا ضروري جدا أنهم يحرصون على أخذ هذا اللقاح. دكتورة فاطمة عبد الكريم طبيب أخصائي في قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. كانت معنا الدكتورة فاطمة، حدثتنا عن العديد من الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة متمثلة في قسم الأمراض التنفسية. وأذكر مستمعين اللي حاب يحصل على خدمة العيادات الافتراضية تواصل على رقمنا المجاني ويطلب الحصول على هذه الخدمة. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بعد الفاصل، راح نتحدث عن كيفية قراءة معلومات الأغذية. فاصل قصير وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وردنا استفسار عن طريق الرسائل النصية، في شخص قاعد يسأل شو نقصد بالأمراض المزمنة اللي هي من ضمن الفئات المستهدفة للقاح كوفيد. أصحاب الأمراض المزمنة اللي يعانون من مرض السكري، اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، اللي عندهم أمراض الكبد أو الكلى، اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، واللي أيضا يعانون من البدانة. ونقصد بالبدانة إذا كانت كتلة جسمك 35 فما فوق. وننتقل إلى مصطلحنا الطبي اليوم، راح نتحدث عن مرض التصلب المتعدد اللي هو Multiple Sclerosis MS. هو مرض من المحتمل أن يعيق الدماغ والحبل النخاعي اللي هو نقصد الجهاز العصبي المركزي، يصيب هذا الجهاز. طبعا هذا المرض يهاجم الجهاز المناعي، يهاجم غمد الحماية الميلينين اللي يغطي ألياف الأعصاب، وطبعا هذا يسبب مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية جسمك، وفي النهاية ممكن هذا المرض يسوي تلف أو تدهور دائمين في الأعصاب. طبعا علامات وأعراض مرض التصلب المتعدد مختلفة ويعتمد اعتماد كبير على إيش كثر الأعصاب تلفت، وطبعا شو هي الأعصاب اللي تعرضت للتلف.
اللي يعانون من هذا المرض المتصلب المتعدد الحاد ممكن في نهاية الأمر يفقدون قدرتهم على المشي يعني بدون مساعدة أو حتى نهائيا يعني، ويمكن يعني يمرون بفترات طويلة من الهدوء دون أي أعراض. ما في علاج شافي وتام لهذا المرض، لكن احنا يعني نقدر نوفر العلاجات اللي ممكن تساعد الشخص في التعافي من النوبات اللي تصيبه وتعدل مسار مرضه وتعالج الاعراض اللي يعاني منها. والحين راح نتحدث شوي عن شلل الرعاش الباركنسون. هي تعتبر من مشكلات التقدم في السن. يعني احنا نعرف ان التقدم في السن تسوي مشاكل عديدة ذهنية وحركية بخلاف الامراض المزمنة الاخرى اللي تصاحب مرض الشيخوخة. راح نتحدث بشكل يعني عميق شوي عن شلل الرعاش المعروف بالباركنسون، مرض الباركنسون. راح تحدثنا اليوم الدكتورة سهى عبد العزيز عبد العال، اخصائي اول طب المسنين في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا دكتورة سهى. لو شوية تحدثين أنا شو أقصد يعني بمرض الشلل الرعاشي. مرض شلل الرعاش أو مرض الباركنسون زي ما أغلب الناس بتعرف اسمه، هو مرض مزمن من الأمراض اللي بتصيب الجهاز العصبي، وده بيكون نتيجة لأن جزء من الخلايا العصبية اللي موجودة في المخ بتفقد قدرتها على إنتاج مادة معينة اسمها الدوبامين. لما بتنقص مادة الدوبامين دي في الخلايا العصبية في المخ بتبدأ أعراض مرض الزهايمر تظهر عندنا، وهي أشهر عرض لها بيكون الرعشة أو الرجفة اللي بتحصل في أجزاء الجسم عند المريض، بجانب أن هي بتحدث خلل في حركة المريض. مرض باركنسون السبب وراه مش معروف. في بعض الدراسات قالت أن هو ممكن يكون في عامل وراثي بيخلي بعض الناس عندها استعداد أكبر إن هم يجي لهم مرض الباركنسون. طبعا في حاجة في البيئة، طبعا التعرض لملوثات كتير زي مبيدات حشرية والتلوث الموجود في الجو بيساعد على حدوث الباركنسون، وكمان إصابات الرأس المتكررة دي من الحاجات اللي بتكون من الأسباب لمرض الباركنسون. طبعا أشهر حد كان الملاكم محمد علي، محمد علي كلاي كان عنده مرض الباركنسون، هو كان عنده استعداد أكيد، ونتيجة الإصابات المتكررة من اللعبة جاله مرض الباركنسون. هذا ينقلنا لسؤالنا الثاني دكتورة، هل هذا المرض مرتبط بالتقدم في السن أو أنه ممكن يصيب الأعمار المتوسطة أيضا؟ مرض الباركنسون هو طبعا مرتبط بالأمراض اللي بتيجي أكتر لكبار السن خصوصا بعد عمر الستين. 10% فقط من حالات الباركنسون بتكون الأعمار الأقل اللي هي ما بين 40 للـ60. وطبعا هو بيصيب الرجال أكتر من النساء، يعني في بعض المرضى السيدات ولكنه بيكون أكتر في الرجال. إنزين دكتورة، هل ممكن أن احنا نكتشف هذا المرض ونتفادى الإصابة به بشكل مبكر؟ طبعا اكتشاف المرض ده بيعتمد على أن يعني بيعتمد على المريض وعلى أسرته. أن هو لما نلاقي أي عرض عند أي حد من كبار السن ياريت ما نرجعش العرض اللي عنده لأنه كبير، يعني هنقول خلاص ده مثلا حركته بقت بطيئة لأنه كبير في السن، إيده بتترعش لأنه كبير في السن. فمهم جدا أن الأعراض اللي أنا هقولها دلوقتي لمرض الباركنسون يعني تلفت انتباه أي حد موجود في البيت أو تلفت انتباه كبير السن نفسه أنه هو لازم يسأل الاستشارة الطبية. أشهر أعراض لمرض الباركنسون هي طبعا الرعشة أو الرجفة، ودي عادة بتبتدي في اليد وبتبتدي عادة في ناحية واحدة من الجسم. ولما يتقدم المرض بتبقى في الناحيتين. من الخصائص بتاعة الرعشة دي إنها بتكون أثناء الراحة، يعني لما تكون الإيد في حالة ارتخاء، لو المريض قاعد بتلاقي إيده وهو ما بيعملش حاجة بتلاقي إيده بتترعش، لما يبتدي مثلا يحرك إيده الرعشة دي بتقل. ما ذكرتيني لما كانوا يدرسونا لما كنا تلاميذ في كلية الطب كانوا يقولوا لنا هل الرعشة أثناء الراحة أو أثناء الحركة. أيوة بالضبط. أيوة. هي رعشة الباركنسون بتكون أثناء الراحة. أثناء الراحة. وطبعا في حاجة مهمة جدا وهي بطء الحركة، يعني ودي مهمة لازم تلفت نظر الأطباء والأهل في البيت. لو أنا عندي مريض كبير في السن لقيت إن ابتدت حركته بطيئة، يعني عنده صعوبة في إن هو يقوم من على الكرسي،
مشيته بقت بطيئة، لقيته ابتدى ينحني شوية لقدام، يعني لأن ده نتيجة ليبس العضلات اللي بيحصل في الباركنسون. لقيت إن هو عارفة بيمشي زي ما إحنا بنقول بيمشي، ما بيشيلش رجله من على الأرض، يعني بيزحف في الأرض، يعني أنت تبقي سامعة صوت مشيته وأنت بعيد. الحاجات دي كلها من الأعراض بتاعة الباركنسون. دكتورة، هل هذا التغير مفاجئ يكون أو يكون بطيء يعني؟ لا، بالتدريج. بالتدريج. بالتدريج وبطيء وبياخد وقت. فإحنا أول عادة الباركنسون العادي اللي هو مش نتيجة اللي هو مرض الباركنسون مش المتلازمة اللي هي مش ناتجة لجلطات أو أي حاجة تانية، بتكون بطيئة وبتبتدي في الأول بالرعشة، وبعدين بيبتدي يحصل بطء في الحركة، تيبس العضلات، بيبتدي كمان ان هم عندهم بيبقى اختلال في توازن الجسم، فبنلاقي المريض الباركنسون شويه منحني لقدام. ايوه. بيقع كتير اكتر من الحد العادي. بنلاقي ان الحركات اللي هي اللي بتحصل طبيعي واحنا بنمشي زي حركه الايد، واحنا بنمشي بتلاقي ايدينا بتتحرك جنبينا، الحركه دي بتقل عندهم جدا. ايوه. بتقل رمشه العين، يعني بتلاقيهم ما بيبربشوش كتير بعينيهم، بتلاقي تعابير وشهم قليله، يعني احنا بنقول عليه ما بنحبش قوي الكلمه دي اللي هو ماسك فيس، اللي هو وجه خالي من التعابير. ايوه. يعني حتى لو هو فرحان ما بيبقاش باين عليه، زعلان ما بيبقاش باين عليه، هي تعابير واحده وجامده للوجه. بنلاقي عندهم يعني هذا كله يفسر العضلات دكتوره، كانه يعني العضلات لانه العضلات متيبسه كلها، فالحركه بتاعتها بتتغير. بالظبط بيحصل لو انا عندي مريض بيقدر يكتب، بلاقي ان الخط بتاعه بقى صغير قوي، ما عادش بيكتب زي الاول، الخط صغير. ايوه. صوتهم بيبتدي يبقى واطي، حتى الصوت بيبقى تغيرات في الصوت، بتلاقي الصوت بقى يعني التون بتاعه اقل كتير من العادي. طبعا في المراحل اللي بعد كده بيبتدي يبقى فيه تغيرات مختلفه اللي في الحاله المزاجيه، يعني بيبقى اكثر شيوعا ان هم بيجي لهم اكتئاب. في المراحل بعد كده كمان بنلاقي ان ابتدى يحصل نقص في الادراك، يعني بتبقى الوظائف المعرفيه بتاعتهم اقل، بيحصل عندنا مشاكل في البلع، لان دكتوره زي ما انت عارفه البلع له علاقه بالعضلات. العضلات. فبيبقى بالظبط، فدايما بنلاقي عندهم حتى الريق بتاعهم ما بيعرفوش يبلعوه كويس، فبتلاقي اللعاب بيسيل من الفم لان هم مش قادرين يبلعوه، لان العضله المسؤوله عن البلع ما عن تقدر تشتغل بطريقه صحيحه، بتبقى متيبسه فما بتشتغلش الوظيفه الطبيعيه. بيبقى عندهم في المشاكل في البلع ان هم ممكن بيشرقوا كتير، فده بيدخلنا في مخاطر اخرى انهم ممكن يجي لهم التهاب رئوي نتيجه ان هو بيشرق في الاكل بتاعه. عندهم اضطرابات في النوم، عندهم اضطرابات في المثانه، حركه الاخراج، يعني بيدخلوا الحمام كتير، ممكن ما يقدروش يتحكموا في الخروج. عندهم امساك، لان برضو الجهاز الهضمي كله عضلات، كلها عضلات، فالعضلات لما ما بتبقاش بتشتغل وظيفتها بتبقى ابطا، فبيبقى عرضة أكتر إن بيبقى عندهم إمساك. بيبقى عندنا اختلال في الضغط، ضغطهم بيميل إن هو بيكون أحيانا منخفض أحيانا مرتفع، مش بيبقى ضغط ثابت. فأعراض الباركنسون كتيرة. فلازم تلفت نظر الأسرة وتلفت نظر الطبيب اللي العيان رايح يشتكي له بأي عرض من دول، يعني ما يعديهاش ببساطة نتيجة لكبر السن، نتيجة لأنه هو مثلا عنده خشونة في المفاصل. لا، لازم العيان يتفحص كويس قوي، لان الباركنسون مش من الامراض اللي انا اقدر اعمل اشعه على الدماغ اشخصه. ايوه، يعني هذه بالملاحظه تكون بالضبط، بتعتمد على التاريخ المرضي اللي الدكتور بياخد من المريض واسرته، والفحص الاكلينيكي ده مهم جدا، لان هو تقريبا ده يعني هنقول المايلستون في تشخيص الباركنسون. بالضبط. الفحص الاكلينيكي للمريض. في مستمع سبق سؤالي، يعني سبقني في السؤال ويسال هل مرض الرعاش له علاج معين، فدكتورة تحدثينا شوي عن الجديد في علاج هاي الحالات. العلاج الباركنسون طبعا كل ما بنبتدي بدري كل ما بيكون أفضل في الحالة الحركية للمريض. العلاج الأولي بيكون أدوية، في أدوية كتير بنحاول نعوض بيها مادة الدوبامين اللي نقصت في المخ. الأدوية دي إما عن طريق الحبوب أو عن طريق لزقة بتتلزق على الجلد. دي في المراحل الأولية، بنقعد فترة مثلا من 5 سنوات 6 سنوات العلاج جايب معنا تأثيرات كويسة جدا. دكتورة تقصدين باللصقات الدوبامين هذه لأن الشخص يعني عنده نقص فيها، فأنت كأنك تعطينا الدوبامين الصناعي يعني. بندي بالضبط، بندي الدوبامين اللي ناقص ده عن طريق الحبوب أو عن طريق لزقة بتتحط على الجلد. أوكي. كل ما المرض بيتقدم معنا بتبقى احتياجنا للأدوية بيزيد، يعني بدل ما ناخد جرعة قليلة بنبتدي نزيد الجرعات.
في بعض الحالات اللي هي في الحالات يعني المتأخرة بعد فترات طويلة من الباركنسون عند المريض الدواء ما بيبقاش جايب النتيجة الكافية، في طرق جديدة للعلاج دلوقتي ان هو يا اما عن طريق الإبر، بتكون إبر تحت الجلد، او عن طريق الضخ المستمر لدواء الدوبامين. الضخ المستمر ازاي؟ بيكون عن طريق انبوب بيوصل للمعدة. فأنا بضخ الدوبامين عن طريق بامب خارجية، وبيتركب للمريض أنبوبة في المعدة ما بتبقاش باينة ولا أي حاجة خالص، والماكينة بتتوصل فيها وبيتم الضخ مستمر. فده طبعا بيحسن جدا حركة المريض وبيفرق قوي في المرضى بالذات في المراحل المتأخرة. في بعض الحالات العلاج الدوائي لما يعني ما بيجيبش النتيجة المرجوة، في بعض العلاجات الجراحية اللي هو عن طريق التحفيز العميق للمخ، دي بتتعمل بيحاولوا يحفزوا الخلايا، او حتى ايفن يتحط زي بعض الحاجه داخل المخ صغيره جدا بتزود تحفيز الخلايا انها تنتج الدوبامين. مع العلاج الدوائي والجراحي يهمني جدا العلاج التاهيلي. العلاج التاهيلي، العلاج الطبيعي من الحاجات الهامه للغايه في كل مراحل الباركنسون، مش بس في المرحله المتاخره. أنا لازم من الأول أدي العيان تمرينات يعملها عشان أساعد مع الأدوية في ليونة العضلات. ومهم جدا إن أنا بديله تمرينات للتوازن عشان ما يقعش، لأنه لو وقع هندخل في مشاكل أخرى. يعني أنت لما قلتي يفقد توازنه وما يقدر، أنا هني على طول يا على بالي كان في دكتور سابق هي يعني كان يتكلم لنا عن مخاطر سقوط الكبير السن، فهذه بالضبط. فانا ما انا مش لازم استنى اما المريض بتاعي يقع، انا بعمل التاهيل من الاول بندي علاج طبيعي للتوازن، ازاي العيان يمشي، ازاي يقف، لان هم بيبقى عندهم شويه مشكله في بدايه الحركه بتبقى بطيئه وبعدين حركته بتبقى سريعه، فسهل قوي انه يقع. فبيبقى عندهم تمرينات ازاي ياخدوها، في تمرينات للبلع عشان اقلل احتماليه ان هو لا قدر الله يشرب الاكل اللي بياكله. الحاجات دي مهمة جدا، العلاج التأهيلي والطبيعي للمريض الباركنسون من بداية المرض لها أهمية زي الأدوية دي. طيب دكتورة، شو نوعية الحالات اللي احنا نستقبلها في هيئة الصحة؟ يعني كيف، شو هي النوعية وكيف التعامل معها ورعايتها؟ والله بصي، احنا بنستقبل الحالات طبعا عيادة كبار السن وعيادة الأعصاب اللي هم المنوطين باستقبال حالات الباركنسون. العيانين طبعا احنا بنتمنى ان هم يجولنا في مراحل مبكرة، وحقيقة دلوقتي بزيادة الوعي عند الأهل وزيادة الوعي عند كل الأطباء، فإحنا الحمد لله بنستقبل الحالات في المراحل الأولية وبنبتدي معهم برنامج علاج دوائي وتأهيلي. ومهم جدا توعية أهل المريض، يعني إزاي يتعاملوا مع المريض في الحالات دي، إزاي يخلوا البيئة بتاعته في البيت آمنة إن هو مثلا عشان ما يقعش، عشان ما يأذيش نفسه. فمهم جدا الحالات دي، وحتى العلاج الدوائي عن طريق الضخ في عيادة الأعصاب في مستشفى راشد بيبتدوا يعملوه لبعض الحالات المختارة لمساعدة المرضى في الحالات المتأخرة. دكتورة، لو تعطينا نصائح أخيرة لمرضى المصابين بالباركنسون وحتى للأشخاص اللي يهتمون بهذول المرضى. هو في الأول خالص إن إحنا الوقاية من مرضى الباركنسون طبعا لأنه هو السبب غير معروف قوي، فالوقاية مش معروفة، ولكن الحاجة الوحيدة اللي أثبتوها بالدراسات إن هي ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق بانتظام، دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتقي من مرض الباركنسون. يهمني جدا إن أنا أنبه إن مرض الباركنسون مرض من الأمراض زي السكر والضغط، بيتعايش مع المريض لفترات طويلة، فمهم جدا الرعاية المنزلية، ويعني ما يحبطش مثلا المرافق أو الراعي لكبير السن أو حتى كبير السن نفسه إن هو بقى عنده رعشة، لأن كل الأعراض دي إن شاء الله في المراحل في الأول حتى في المراحل الأخيرة بنقدر نتحكم فيها. لازم الراعي المسن يعرف المراحل، يعني يعرف إحنا هنمشي في أي مرحلة، لأن كل مرحلة لها متطلبات. في المراحل المتأخرة المريض بيحتاج رعاية أخرى من نوع آخر، مش بس أدوية، ممكن ما يبقاش قادر يمشي فبيحتاج إن هو إزاي يتعامل معاه وهو قاعد على الكرسي. فطبعا إحنا بنوعي أهل المريض بكل الحاجات دي. بيهمني سلامة البيئة، الأدوية إزاي تتاخد، لأن كمان الأدوية لها يعني لازم نديهم نصائح إن أنا لما أخد الأدوية الأكل بتاعي لازم يكون أكل معين، لأن الأدوية بتتفاعل مع البروتين اللي أنا بأكله، فلازم يبقى في وقت بين أدوية الباركنسون والبروتين اللي في الأكل. فإحنا بنفهم أهل المريض كل الإجراءات اللي تخليهم يعيشوا
حياة يعني بكفاءة بجودة جيدة، يعني ان هي الكواليتي اوف لايف بتاعته تكون كويسة. مش معنى ان هو عنده باركنسون خلاص هو هيبقى يعني قاعد صريح الفراش ومش هيمشي ومش هيعتمد على نفسه. انا يهمني ان المريض يفضل معتمد على نفسه في كل المراحل بتاعته لغاية ما اوصل فعلا لمرحلة متأخرة بقى محتاجة حد. انما في الاول احنا بيهمنا ان المريض يفضل محافظ على استقلاليته واعتماديته. طبعا هذا الشيء ينطبق مش فقط للباركنسون، العديد من الأمراض، الأمراض وحتى لكبير السن العادي اللي ما يعاني من أي إشكالية. يعني بالضبط. احنا دائما نحرص انه يكون معتمد على نفسه بشكل كبير، ومو معناته انه جاس مرض معين يعني خلاص انتهت حياته وما يقدر يسوي اي شيء ثاني، بالعكس يعني. لا لا خالص ايه. خالص احنا عندنا دلوقتي لان اللايف اكسبكتنسي اللي هي يعني بالضبط. الحياه ما شاء الله بتوصل، يعني احنا لو عندنا مريض عنده 90 سنه لسه هو عنده لايف اكسبكتنسي كمان، يعني يقدر يعيشهم في جوده حياه واعتماديه ان شاء الله. بالضبط دكتوره، يعني نبي نوصل ل 100 وما بعد ال 100 بعد. بالضبط بالضبط، الله يديهم كلهم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. دكتوره سهى عبد العزيز، اخصائي اول طب المسنين في هيئه الصحه في دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك جدا قيمه، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، تسلمي دكتوره، وتمنياتنا للصحه للجميع. شكرا جزيلا، ان شاء الله، مع السلامه. كانت معانا الدكتورة سهى وحدثتنا عن مرض الباركنسون بالتفصيل، يعني واللي حاب أن ياخذ على استشارة ومعلومات إضافية يقدر دائما يتواصل مع هيئة الصحة وياخذ موعد مع طب المسنين عندنا في الهيئة. مستمعين، أنا بس حابة أذكركم بأن تقدرون تحجزون موعد للحصول على التطعيم المجاني ضد كوفيد-19، وخصوصا للفئات الأولوية ذات الأولوية الأولى اللي ذكرت لكم إياها في بداية الحلقة، وأرجع عيدها عليكم، اللي هم كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 سنة، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم، خط دفاعنا الأول، وأصحاب الوظائف الحيوية والحساسة. طبعا في شيء جدا مهم، أن لقاح فايزر بايونتك في دبي يكون على جرعتين، ومن الضروري جدا أنك تلتزم في حصولك على جرعتك الثانية، وهي تكون بعد 21 يوم من استلامك للجرعة الأولى. وحط في بالك مستمعينا ان انت راح قبل ما يعطونك موعد للحصول على هذا اللقاح سوف يقومون بعمل تقييم اولي عشان يتاكدون انك انت استوفيت لكل الشروط والمعايير قبل حصولك على هذا الموعد. ونذكركم ان تقدرون تاخذون موعد عن طريق استعمالكم لتطبيق هيئه الصحه او عن طريق مركز الاتصال الموحد في هيئه الصحه في دبي 800342. التطعيم امان واطمئنان. وبهذا مستمعينا نختم حلقتنا اليوم، اقدم كل الشكر لكم ولحسن استماعكم، اتمنى ان قدرنا نفيدكم ولو بالقليل، كل الشكر لفريق الاعداد عندنا في هيئه الصحه في دبي، كل الشكر لاذاعه نور دبي، للاستاذ اميره الغفلي ومخرجنا المبدع نمر محمد، ومعاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.